نظمت محافظة الوادي الجديد دورة تدريبية للمكفوفين لتدريبهم ورفع مهاراتهم في استخدام أجهزة الحاسبات الآلية بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رعاية المكفوفين بصريا. تقرير خالد عز الدين. متحدي الإعاقة هي عبارة تستحق النظر والتأمل، خاصة إذا عرفنا أن هؤلاء من متحدي الإعاقة هم المكفوفين بصريا الذين يراودهم دائما الإحساس بأنهم لهم طبيعة وميزة خصهم بها المولى عز وجل، وهي البصيرة التي تكمن في القلب وليس في العين. ليقوم هؤلاء بتنفيذ أعمال تشيب لها الرأس، خاصة إذا علمت أن هؤلاء لهم القدرة في التعامل مع الحاسبات الآلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. احنا النهاردة طبعا بصدد إضافة جديدة لإضافات منظمات المجتمع المدني، وفكرة الحاسب الآلي أو تنظيم ندوة تثقيفية للحاسب الآلي دي فكرة طبعا كويسة جدا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتنفذها منظمات المجتمع المدني على أرض محافظة وادي الجديد. وكمان أنا عايز أقول لحضرتك إن دي إضافة للقوات المسلحة المصرية داخل المحافظة، المنطقة الجنوبية العسكرية بالوادي الجديد هي المشرفة على هذا الموضوع، هذه الندوة التثقيفية. بنحاول إن احنا من خلالها بنعرف متحدي الإعاقة لرعاية المكفوفين بصريا، بنعرفهم حاجه جديده، حاجه يعني بعيده عنهم في الوادي الجديد، هم نادوا بيها بصراحه، وهم اكتر ناس حاولوا ان هم ينفذوها على ارض الوادي الجديد، واحنا بمثابه ناس خادمين لمتحدي الاعاقه وخاصه فاقدي البصر. وان شاء الله باذن الله يعني في المستقبل هنقدر من خلالهم ننفذ اكتر من ندوه تثقيفيه واعمال تخصهم وتفيدهم ان شاء الله في المجتمع. والله انا طبعا اول حاجه سعيد ان انا موجود هنا في محافظه زي محافظه الوادي الجديد، قلنا هنا في تدريب على مهارات الحاسب الالي للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه. الحقيقه يمكن انا اتبلغت او عرفت ان ده اول تدريب يحصل هنا في الوادي الجديد خاص بالفئه دي من المجتمع. فالكلام ده كله يمكن خلانا عملنا تعديل شويه في البرنامج بتاعنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل برضه بنتائج. يمكن حضرتك معانا في التدريب وشايف الناس وهي كتبت، ده اول الحمد لله شغل ليهم على الكمبيوتر، قدروا ان هم يحفظوا لوحه المفاتيح، قدروا ان هم يتعاملوا مع برنامج تحرير النصوص اللي هو الوورد باد، قدروا الحمد لله ان احنا نطلع بنتائج كويسه في خلال ال10 ايام اللي فاتوا دول ان شاء الحمد لله من بدايه الدوره. انا وانت طيبه ودايما بخير وحضرتك طيب. بتعملي ايه هنا بقى؟ ان شاء الله احنا جايين ناخد دوره كمبيوتر نتعلم فيها نتعلم فيها الكمبيوتر كويس وكده. الكمبيوتر تعليمه صعب ولا سهل؟ هو حضرتك يعني بالنسبة للعصر اللي احنا عايشين فيه يعني دلوقتي هو بقى جزء من حياتنا، فما ينفعش ان هو نقول صعب. يعني انا الحمد لله دلوقتي معايا يعني موبايل تاتش وكده، معايا صفحة على الفيسبوك وواتس وايمو، معايا مواقع التواصل الاجتماعي، لان يعني الحاجة دي جزء من حياتنا. بس انا جاية دلوقتي اتعلم على الكمبيوتر واللابتوب. بتتعلمي ايه بقى؟ احنا دلوقتي لسه بنتعلم من الاساسيات يعني الكمبيوتر، لان في ناس دلوقتي اصحابي جايين معايا الدوره لسه ما بداوش وما عرفوش يعني لسه ايه كمبيوتر وكده، فاحنا كلنا جايين مع بعض نتعلم بدايه الويندوز وبدايه نشاه الكمبيوتر وكده. تعاون مثمر بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الوادي الجديد لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مهارات استخدام الحاسبات الآلية. من الوادي الجديد لكم تحياتي، خالد عز الدين ومحمد حسين لقناة طيبة.